اصبر قليلا وسوف أقضي عليك حالا. لن تستطيع هكذا، كل ما تفعله هو مضاعفته. استخدم الليزر. يبدو أنه نوع جديد من الأخطبوط الآلي. لو كنت اخترعته لجعلته يدور باتجاه الساعة. عندها ستسميه سعخطبوط. سعخطبوط، يا له من اسم عبقري. سامحانا على هذا. لا بأس يا سيدي. لحظة، وين؟ ساعدي بن لإلهائه، لابد أن أحضر شيئاً. لا يمكن لأشياء صغيرة أن تهزمني. أشياء صغيرة قوتها كبيرة. ماذا تقول؟ ووزنها مضاعف أيضاً. سأبقى معك طوال اليوم. بن، انظر، لوحة للطاقة الشمسية في الخلف. لو استطعت تعطيلها لأمكانك القضاء عليه بسهولة. استخدام الطاقة الشمسية ليس أسلوب ستين سمايت. لنرى الآن كيف ستواجه هيوما جسو. أطلق أن أطفأ الأنوار. يبدو أنه وصل للوحات الطاقة. الطاقة؟ لو استخدمنا الفحم كما يقول العقل لما حدث هذا. اهدأ، سأتصرف. الطاقة الشمسية، نعتذر لك. الذكاء يفوز فعلا، لأننا المخ. أتظنني لن أجد مصدرا آخر للطاقة؟ وكيف أتوقع أنك تحتفظ بمنجم للفحم داخل ذلك المربع الصغير؟ مرة أخرى، يبدو أنني سأحتاج للمزيد من الجهد لإعادة هذا الشيء إلى حجمه الأصول. بن، استطعت هزيمته؟ ليست لدي أفكار. حسناً، حان الوقت لإطلاق الحمام. دعني أتولى القيادة. اسمع، لا يوجد حمام. بل هو موجود، أنت لا تعرف كلوكتوبوس. انتظر، عد تنازلي، سينفجر الآن. كيف؟ اضغط أيقونة التوقيف. أوه، أشكرك. ماذا فعلت؟ فكري يا جوان، لابد من طريقة لإيقافه. لن تحتمل أكثر من دقائق. عليك أن تبعد أذرعك عن حفيدي. جدي. جوان، أنت بخير؟ نعم. هي، هذا لي؟ لا، إنه لي، أنا أستخدمه أفضل. بصمة الصوت السرية. أنا أحب حفيدي جداً. أياً كانت هذه الآلة فنظامها كالتابلت. وهذا يعني لو أطلقنا عليها الماء يمكننا شل حركتها. بالضبط، خذي لنبدأ العمل، لدينا الكثير هنا لنفعله. جدي، يرقني حماسه.